طيب يعني فكرني بالمباريات اللي حضرتها كابتن كمال، لعبت والله قدام يا الزمالك قد كابتن، ايه؟ والله لعبت ضد الزمالك ممكن مباراتين في تصفيات الكأس العربية، وزي من زمان، لكن ديما المباريات اللي نلعبوها ضد الزمالك تكون فيها تشويق وفيها منافسة كبيرة بين الفريقين، وديما التحذير يكون لها يعني تحذير خاص. اتخذت مع الترجي ما شاء الله يعني دوري وكاس، وكنت لعيب مؤثر جدا. دايما مباراة الزمالك والترجي بيبقى ليها طابع خاص كده، سواء من المشاهدة، سواء من الإثارة، سواء من حاجات كتير جدا، خاصة ان الزمالك السنة اللي فاتت اقصى الترجي في السوبر وايضا في دوري ابطال افريقيا. شوف، هي المباريات راهو اللي موجوده ما بين الترجي والزمالك، مهما كانت الوضعيه الموجود فيها الفريق، يعني ديما المباريات ما تنجمش تحكم عليها وما تنجمش يعني تعطي نتيجه قبل ما تبدا المباراه. ديما فما منافسه، ديما فما يعني النقاط عندهم اهميه كبيره بالنسبه لزوج فرق، خاصه يعني كان نقولوا الترجي الرياضي التونسي ونقولوا نادي الزمالك المصري، يعني زوج فرق كبيره في افريقيا، والقدر نتاعهم دائما هي اللعب دائما على الالقاب. طبيعي جدا يعني كان زوز فرق يلعبوا على الالقاب، طبيعي جدا يعني باش تكون بيناتهم منافسه كبيره برشا برشا، خاصه في الميدان. وتوا يعني ولينا نشوفوا اكثر منافسه يعني خارج الميدان، يعني على الفيس بوك، ولا يعني بين الجماهير ديما فما منافسه ما بين الجماهير كذلك. يعني يمكن الترجي رجع له انيس البدري ورجع له لعيبه كتير جدا، سكواد الترجي السنه دي غير السنه اللي فاتت، وموجود النقاز حمدي النقاز. صحيح صحيح، الترجي تو يعني بدايه الموسم ما كانتش يعني بدايه يعني 100%، الترجي ما كانش في 100% في المستوى نتاعه، لكن بالتتالي المباريات كل اسبوع الترجي قاعد يقدم في اداء جيد، قاعد الاداء نتاعه قاعد يتطور مع عوده انيس البدري، مع وجود حمدي نجاز، مع وجود لاعبين قام الفريق الترجي بانتدابات يعني وعبد الباسط صح، وعبد الباسط صح، يعني مهاجم قاعد يقدم في مستوى ممتاز. الترجي دائما الهدف الاول نتاعه هو ربيع الابطال الافريقيه، ممكن الاداء نتاعو في البطوله ما كانش يعني 100% من اللي نعرفه الترجي الرياضي التونسي، لكن ديما نحاولوا الفريق نتاعنا يكون يعني كل اسبوع احسن من الاسبوع اللي قبله.